ينضم لنا قصي الشيخ سليمان مدير فريق ناشطين لاجل الحريه من المانيا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحكم كل اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم. هلا بيك. نبدا بانك تخبرنا اكثر عن المعرض وفكره المعرض. المعرض نحن اقمناه مثل ما ذكر في التقرير في مدينتين لحد الان، في مدينه دورتموند وفي مدينه فيتن. المعرض هو ضمن حملة نتذكر نقاوم، هي كمان جزء من حملة مستمرة من عدة سنوات، حملة لا تخنق الحقيقة. حاولنا فيه، نحن كنا دائما بالسنوات الماضية عم نحاول انه نحن بمجتمع، نحن موجودين في ألمانيا، شباب وصبايا مؤمنين بالقضية السورية، مؤمنين بالثورة السورية، مؤمنين بأنه نحن لازم نتابع على الأقل بالتذكير بما حصل في سوريا. وهالمرة كنا دائما ننفذ حملات او وقفات احتجاجيه او اشكال من التذكير اللي حصل في سوريا في المجازر الكيماويه كل سنه بالتعاون مع حمله لا تخنق الحقيقه. هلا هي السنه وهي الفتره عم نشتغل على حمله نتذكر نقاوم بنوع جديد من انواع التعبير عن قضيتنا، التعبير عن المجزره اللي حصلت هالمره عن طريق الفن، اللي هو الفن التشكيلي من فنانين سوريين، بعض منهم عانوا وعاصروا وعاشوا هي المجزرة وناجين منها أو عندهم أقارب ناجين منها. قصي التواصل بإقامة هاي الحفلات، عفوا المعارض وموضوع التذكير بموضوع الثورة، هل يلاقي قبول اليوم من قبل الناس؟ حتى في استمرارية بهذا الموضوع، وكيف عم بيكون الصدى له؟ الحمد لله أنه صدى إيجابي كثير كثير. نحن كأجانب موجودين بهاي البلد كلاجئين، فنحن عم نستهدف فئتين، الأولى هي السوريين، نحن جماعتنا، نحن الشعب السوري اللي موجود هون ساكن، حتى تذكير بنحن ليش جينا هون، ليش موجودين هون، وشو اللي صار عنا، وما ننسى أو نحاول أو نبتعد عن قضيتنا. بس لكن كمان الألمان، المجتمع الألماني اللي عم يشوفونا نحن هون موجودين، كمان عم يكون عندهم، عم يعرفوا ليش نحن موجودين أساسا هون، ليش هدول الناس لساتهم لهلا هون موجودين. وكمان في يعني كم كبير من التعاطف والتفاهم للقضية السورية وحتى المناصرة لا قضيتنا ولا اللي صار لنا. وايضا تعريف الجيل الجديد اللي عم يولد بايضا الدول الاوروبيه، حتى يعرفوا ليش هن انخلقوا هو، ليش هن عايشين ببلاد اخرى غير بلدهم. المعرض كان بمدينتين بالمانيا، راح ينتقل لمدينه ثالثه صح؟ صحيح تماما. نحن متجهين لنعمل كمان في دوسلدورف وفي دويسبورغ، وهو كان مسبقا كمان موجود في مدن اخرى عن طريق الحمله، هي عالميه يعني، كان موجود في برلين مسبقا وفي لندن وفي مدن اخرى. وتمام مثل ما حضرتك حكيتي، نحن كان يجينا زوار طلاب مدارس يكونوا مارين، نحن عملنا مشاريع، المشروع تبعتنا كان المعرض في الشارع او حتى في مراكز ثقافيه، فطلاب مدارس بيكونوا مارين بيشوفوا بيسالوا، هن سوريين وسمعوا بس لكن هون عم يعرفوا تفاصيل اكثر، عم يشوفوا اكثر، عم يلمسوا شيء من هذا الموضوع. ف نحن برضه مستمرين في مدن ثانيه ان شاء الله مع هي الحمله. قصي المشاركين اللي كانوا بهذا المعرض خبرنا عنهم اكثر، هل تم دعوتهم ام كان في يمكن اعلان عن هذا المعرض وصار في تواصل انه هن حابين يشاركوا؟ بالضبط. الاعمال الفنيه هي كم الفنانين هن اللي اعطونا الاعمال الفنيه تبعتهم، تم كله التنسيق عن طريق حمله لا تخنق الحقيقه. المشاركين الناس اللي اجوا هو دعوه عامه كانت، نحن حاولنا نوجه دعوات للجمعيات، للناس الموجودين، للمبادرات المحليه. والناس كمان لما كنا نحن على سبيل المثال المعرض الاول كان في الشارع، فكانت الناس المارين في الطريق، وهدول كمان مهم جدا انه يعرفوا، الناس اللي ما مهتمين بسوريا، ما مهتمين بشو صار بسوريا، لكن بالصدفه مارق، فهذا كمان يعني كان دعوه غير مباشره له انه يقرا عنا، يعرف عنا اكثر. طيب اللوحات اللي كانت موجوده اكيد عم نشوف جزء منها على الشاشه وشفناها بالماده، نحكي عن اهم اللوحات، واكيد في لوحات يعني يمكن اي حدا بشوفها بتذكر شيء مؤلم فعلا عاشوا كل السوريين، يمكن الاسر اللي تضررت او فقدت حدا خلال هي المجزره الكيميائيه. تماما يعني اللوحات كانت معبره كثير، في حتى بعض الناس اللي كانوا نفسهم هن ناجين من المجازر اجوا كزوار على المعرض وحكوا انه بحسوا كمان قديش عم يتلامس هذا الحكي، قديش عم يعبر عننا كلياتنا. ونحن كنا يعني جدا موافقين على فكره انه نحن ما بدنا نعرض صور الضحايا بشكل مباشر احتراما للضحايا وجدانا لهم ولاهاليهم ولمشاعرهم، لكن بدنا نوصل فكرتنا، فالفن هو اكثر شيء قادر يعبر. كان في انشطه قصاي مرافقه للمعرض؟ أنشطة معينة تماماً تدل على التعريف بالثورة؟ تفضل.
بالمعرض الثاني اللي اقمناه كان ضمن مركز ثقافي، كان فيه كثير انشطه اخرى فنيه، فكان كمان الفنانين الاخرين اللي كانوا موجودين اما رسامين او بيعملوا انواع اخرى من الفن كمان اطلعوا على عملنا، وحتى كانوا عم يساهموا في 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 الحديث عنها. فكان في مثل يعني كنا جزء من كل جزء من لوحه كامله عم تذكر عن الحياه كلياتها في المانيا، وفي جزء منها انه نحن جزء من هذا المجتمع موجود هون في المانيا، وعندنا المصاعب وعندنا هي التاريخ اللي نحن لازم نساهم بخلق ثقافه تذكر له. فكمان في انشطه اخرى كانت موافقه. السنة الماضية كان عندكم مثل هاي الفعالية، ولكن كان في تركيز على قضية أخرى، وهي السنة كان عن الشيء الكيماوي أو ما تعرض له أهلنا بالكيماوي. هل تخططون يكون بفعالية السنة القادمة، وشو ممكن يكون الموضوع؟ هلا نحن في عندنا حتى الشهر الثامن اللي هو كان فيه الهجمات المجزرة الكبرى للكيماوي، فنحن تركيزنا على التذكير بمجازر الكيماوي، لكن نحن في عندنا فعاليات مستمرة دائما بتكون بشكل عام مناصرة للقضية السورية، للمعتقلين، للحراك اللي حصل بالداخل السوري، للحراك بالسويداء في إدلب. شلون تضمن هاي الأمور؟ عندكم يعني مثلا مكان تجتمعون ميكا جالية سورية تتفقون إنه حنعمل هاي الفعالية أو هذا المعرض؟ والله نحن عم نتصرف، يعني نحن جمعنا نفسنا ضمن فريق اكتيف فور فريدوم، بدنا نكون فعالين لاجل حريه بلدنا. ما في عندنا مكان، لما نحن متطوعين شباب وصبايا موظفين وطلاب بنخصص من وقتنا حتى نضل عم نساهم بهذا الموضوع، فبنلتقي اونلاين، بنلتقي نتواصل عن طريق الانترنت، واحيانا بنلتقي على الواقع، لكن ما عندنا نحن يعني ما عندنا مؤسسه عندها مركز مقر، انما لا نحن بنشتغل بشكل شبابي تطوعي بشكل مبادره، ومنحاول نتواصل مع اي حدا تاني عم يشتغل حتى ننسق جهودنا كلياتها. بس قام يسوون شيء يعني كانه مؤسسات وكانه بيدعم، رغم انه كلياته بشكل تطوعي منكم. حقيقة تماما كل شيء بتطوعي، حتى نحن حوامل اللوحات اللي عملناهم، اطارات اللوحات كانوا الشباب والصبايا كله جهد فردي، انا بتوكل بموضوع حوامل اللوحات، حدا اشتغل جاب الخشب، حدا جاب اللوحات، حدا طبعهم، فكله جهد فردي وكلياته هون الواحد بيلمس انه لا في في عنا نحن مو بس رغبه، في عنا نحن ايمان بهي القضيه، في نحن واجب عم نحاول ننفذه، وقديش الناس كلياتها مؤمنه بهذا الموضوع وعم تشجع له وتشكر وتحمد منه نحن عم نعمل هذا الشيء، وبدها تنضم ونحن كيف يعني نتواصل مع الناس نحن بدنا نعمل كمان معرض بهي المدينه، ففي كيف ممكن ننسق. يعني الحمد لله في اثر ايجابي، في صدى حلو، رده فعل كثير حلوه. تحياتنا لك قصي ولكل فريق ناشطين لاجل الحريه على هاي الجهود الحلوه. قصي الشيخ سليمان، شكرا لوجودك معنا مدير فريق ناشطين من إيسن الألمانية. نهارك سعيد. حياكم الله. شكرا.